يعني بهذه الظروف الاستثنائية بتصور كلنا بنرجع نأكد انه الالتزام الحزبي السياسي يبقى فوق الاعتبار. نحن حزب مترابط متماسك. اللحظة السياسية صعبة، اكيد فيها خسارة، الشارع سبقنا جميعا. حسابات الخروج او على الخروج بالحكومة دقيقة كتير، في معطيات داخلية في معطيات خارجية، يبقى انه دائما نحن نحتكم بهيك مسائل الى وحدتنا، الى صلابتنا، الى ارادتنا، الى قناعتنا بقيادتنا الحكيمة. يعني ما خذلنا ولي جملات باصعب الظروف، قادرين نضل ملتفين حول قراراته بغض النظر عن رأي كل واحد منا ورؤيته، ولكن اعتقد انه يرى الامور من منظار أوسع، من معطيات متشعبة اخذين معنا الاعتبار مصلحة البلد، مصلحتنا كحزب، والأهم شيء الاستقرار الداخلي. وأتمنى أن نلتزم جميعا بنقاش حيوي داخل الحزب، داخل منظماتنا، حتى نتخاصم أحيانا، نتباين وجهات النظر، ولكن هذا الظرف المناسب أن نثبت للخارج أننا غير مأخوذين وغير مربكين بهذا الجو العام. هذه الوجهة لازم نضل محافظين عليها بالحزب الاشتراكي، حافظنا عليها بأصعب الظروف بهالأيام، بعرف صعبة على الجميع، جزء منا موجود على الأرض، جزء منا موجود على بالساحات بالشوارع، هذا ما مشكل، المهم أن نبقى متراصين متكاتفين، ونعرف أنه ليس دائما ما نتمنى ممكن الحصول عليه، والأهم الأهم نعرف كمان كيف نحدد الخسائر بهذا الظرف الحالي. ما في ربح، في خسارة، ولكن الربح الأساسي يأتي فيما بعد. أن نبقى متماسكين، موحدين، مترابطين، ملتصقين ببيئتنا، متجمعين حول حزبنا وحول رئيس الحزب.